متابعينا متابعي موقع بصرة على الإخباري، الآن وقد انتهت مراسم عزاء المحظور له بأمر الله الفنان القدير محمد فريد الذي وفته المنية يوم السبت الماضي، وشيع جثمانه يوم أمس من داخل المسجد القصري بمدينة السادس من أكتوبر. والآن أقيم مراسم العزاء داخل مسجد الشرطة بحضور عدد من نجوم الفن وعدد من الوسط الفني، وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنانة دنيا سمير غانم أتت لتقدم واجب العزاء، والفنانة أيضا دنيا عبد العزيز، والفنان محمد سلامة، والفنان ضياء داود، والفنان أحمد عبد العزيز فنان الجيل الذهبي جيل الثمانينات والسبعينات والستينات أيضا. عمدي رحل عن عالمنا الفنان القدير محمد فريد صاحب الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية الكثيرة، رحل وترك تاريخا وتراثا وماضي وذكرى طيبة من داخل قلوب كل من تعامل معه وكل من شاركه في أعماله السينمائية والدرامية المختلفة. من لا يعرف الفنان محمد فريد، هو فنان من جيل السبعينات، قدم العديد والعديد من الأعمال السينمائية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس في العلوم المسرحية، والتحق بالعمل الفني والسينمائي، وله العديد والعديد من الأدوار السينمائية المختلفة، منها مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوتد وفيلم الديلر، وتلك هي من أبرز أعماله الدرامية والسينمائية. رحل عن عالمنا الفنان محمد فريد وترك بين الأهل والأحباب والمحبين تلك الذكرى الطيبة التي لا تزال تذكر حين يذكر اسم الفنان محمد فريد، وتذكر سيرته الطيبة حين يذكر أعماله وتاريخه الذي قدمه في الفن والسينما والدراما وكل أنواعها. حصل على بكالوريوس في العلوم المسرحية سنة 1962، حيث أعلن خبر وفاته نجلته الأستاذة نهاد ومعلنة موعد تشييع الجثمان وموعد إقامة مراسم العزاء، ومن قبل ذلك قد أعلنت مرضه الشديد، حيث أعلن أنه يعاني من نقص في الهيموجلوبين في الدم، والذي كان سبب في عدم قدرته في المشاركة في الأعمال السينمائية في الفترة الأخيرة. في الفترة الأخيرة التي لم يظهر على الشاشات التلفزيونية خلالها، لكنه قدم العديد والعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المختلفة. رحل عن عالمنا بعد عمر ناهز 83 عاما قضاها حبا في الوطن وحبا في العمل السينمائي، وخلد الأعمال الدرامية والسينمائية العديدة والعديدة والتي تحاكي عصرنا الحالي من أحداث سينمائية مختلفة. حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم الفنان القدير أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة، وقد حضر أيضا في العزاء الفنانة نهال عنبر والفنان أشرف زكي، وحضر عذرا في الجنازة، وحضر الآن في العزاء عدد كبير وحافل من نجوم الفن.
وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد سلامة والفنان أحمد عبد العزيز فنان التسعينات والثمانينات أيضا، والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة دنيا عبد العزيز، وعدد ولفيف من نجوم الفن أتوا ليقدموا واجب العزاء لأسرة الفقيد. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تلك هي الروح الطيبة، وتلك هي السيرة الحسنة، وتلك هي الذكرى التي يتباهى بها المرء بعد وفاته، وهو محبة المحيطين به ومحبة جمهوره له. قدم العديد والعديد من الأعمال الدرامية والفنية وظهر ليجسد الشخصية المصرية القديمة والمعاصرة، أيضا ليجسد الشيخ ويجسد الرجل ويجسد الأب والابن ويجسد شيخ العائلة. له العديد والعديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي شارك فيها الفنان محمد فريد. اللهم برحمتك ارحمه وبعفوك اعف عنه. اللهم إنك غني عن عذابه، وإن رحمتك قد وسعت كل شيء، فرح اللهم فقيدنا، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. مات وترك السيرة الطيبة والسيرة العطرة التي خالدة بعد مماته. نسأل الله له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، دمتم في رعاية الله وأمنه، كل عام وحضراتكم بألف خير. كان معكم أحمد قدومة، استنونا في لايف جديد في تكملة تلك الاحتفالات التي تقام اليوم من مختلف أنحاء الجمهورية، تخليدا لذكرى السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العطرة المجيدة. متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، دمتم في رعاية الله وأمنه، كل عام وحضراتكم بألف خير.